بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنتكلم عن موضوع تاني من المواضيع برضو اللي هتفيدك برضو في شغلك، موضوع الاوديت. موضوع الاوديت يعني معناها مراقبة، ماشي؟ هتراقب يوزر ان هو يدلت في شير فولدر، يلعب لعب في شير فولدر، ارى شير فولدر، فاهم؟ الاوديت بتاع مايكروسوفت ما تقدرش تعتمد عليه، الاوديت بتاع مايكروسوفت ما تقدرش ان انت تعتمد عليه. في شركة اسمها جي اف اي عاملة حاجة اسمها مونيترينج، المونيترينج ده بتاع اقوى 100 مرة من الجي اف اي بتاع مايكروسوفت، بتاع الاوديت بتاع مايكروسوفت اقوى 100 مرة من الاوديت بتاع مايكروسوفت. يعني الاوديت بتاع مايكروسوفت ما تعتمدش عليه، بس احنا هناخده للمعرفة. يعني انت لما تيجي هنا، هنيجي هنا طبعا الاوديت شغال على شير فولدر، فاحنا مثلا هنيجي هنا كده ونقول مثلا ايه اتش ار، ده فولدر موجود، وهنيجي جوه الاتش ار ده ونحط هنا ملف هنسميه داتا، وملف تاني هنسميه مثلا اي حاجه، وملف تالت هنعمل له اي حاجه، وملف رابع نعمل له اي حاجه. ونيجي هنا على الاتش ار ونجيب البروبرتس شيرنج، ونبدا ان احنا نقول له ادفانسد شير ونشير، ندلت ده ونيجي هنا ونقاد الادمنستريتور، نديله فول كنترول ونقاد محمود، ونديله ريد عشان احنا هنشوف لو حاول يدلت يعني. وهنيجي هنا في سيكيورتي برضو، ممكن ان احنا نيجي هنا ونريموف الانهيرتابلز، نيجي هنا نقول له ابلاي اوكي خلاص كده، ونقاد الادمنستريتور فول كنترول ومحمود، هنديله ريد برضو، ماشي. لما تيجي بقى انت هنا في ادفانسد، احنا اتفقنا مع بعض، خدنا اهو الافكتيف بيرميشنز. بقى دلوقتي لو انا عملت سيلكت وقلت له ام سرحان، عملت له تشيك، هيجيب لك محمود ايه اللي هو يقدر يعمله، صح كده؟ ها اونر، عارفين يعني ايه اونر. بيرميشنز، البيرميشنز اللي هو واخدها، هتلاقي عندك حاجه اسمها اوديت. اوديت يعني مراقبه. فانا عايز اقول له الملف ده او الفولدر اللي اسمه اتش ار هيخضع للمراقبه من قبل اليوزر اللي اسمه ام سرحان. طيب هيقول لك لو عمل ايه بقى ام سرحان ده؟ تقول له مثلا لو عمل ديليت، نجح ان هو يمسح او فشل ان هو يمسح، فشل او نجح ان هو يمسح السب فولدرز، فاهم؟ عمل ريد للاتريبيوتس، ارى نجح او فشل، تفهم؟ ها وتقول له اوكي ابلاي اوكي. فيها مشكله كده، الاوديت باي ديفولت ما بيبقاش شغال، يعني انت كده شغلته خلاص، بس باي ديفولت هو ما بيبقاش. انت حطيت اليوزر وقلت له لو اليوزر ده عرف يعمل كذا 1 2 3، طلع لي رساله قول لي ان اليوزر دلت، قول لي ان اليوزر ارى، قول لي ان هو عمل، بس الاوديت نفسه مش شغال. علشان حضرتك تشغل الاوديت بيشتغل من جوه الجروب بوليسي، يعني لازم تشغله من جوه الجروب بوليسي. فانت تخش كده على الجروب بوليسي مانجمنت في 2003 برضه، لا في 2003 كان شغال على حاجات وحاجات، لا في 2003 كان شغال على حاجات وحاجات لا، هوريها لك دلوقتي. هتخش كده على الاي او اللي اسمها دومين كنترولرز، وعارف ان احنا هنخش على الاي او اللي اسمها دومين كنترولرز علشان الاي او اللي اسمها دومين كنترولرز هي المسؤوله، هي اللي جواها السيرفر اللي انا مشاير عليه. يعني لو انا مشاير على فايل سيرفر تاني وعامل اي او اسمها سيرفرز، يبقى اخش على الاي او اللي اسمها سيرفرز. هبدا ان انا اجي هنا واقول له ايديت بوليسز ويندوز سيتنج سيكيورتي سيتنج
لوكال بوليسي، جوه اللوكال بوليسي هتلاقي حاجه اسمها اوديت بوليسي. طبعا انت ممكن تقول له ايه اوديت لما الاكونت يعمل لوجون، اوديت لما الاكونت يعمل مانجمنت، اوديت لما الاكونت ياكسس اي سيرفيسز. انما انا عايز اوديت على ايه؟ على اوبجكت، وكلمه اوبجكت يعني معناها اي شير فولدر. اقول له لو نجح او فشل ابلاي اوكي. طبعا انا ممكن اعملها على مستوى الدومين كنترولر او البوليسي بتاعت الدومين كنترولر فيخضع ليها كل الناس. يعني انا دلوقتي دخلت على البوليسي بتاعت الدومين كنترولر، فويندوز سيتنج سيكيورتي سيتنج لوكال بوليسي اوديت، برضو ممكن اجي على مستوى البوليسي بتاعت الدومين كنترولر واجي اقول له مثلا ايه الاوبجكت، لو حد عمل لوج اوف، لو حد عمل لوج اون. كلام ده عشان لا ما ينفعش. وبعدين هي الاستورج بتبقى بره الدومين ليه؟ ثاني يعني او ناس؟ لا ما دي بقى تجيب لها بقى مونيتور بقى، مش تنفع بتاعت مايكروسوفت. ايه؟ لا جي اف اي بقى. هنعمل بس ريفريش للبوليسي. تمام كده. كل بقى اللي احنا هنعمله، ادي اليوزر اللي اسمه محمود، هنعمل له بس لوج اوف ونعمل له لوج اون علشان خاطر البوليسي اللي نازله عليه تتطبق، مش صح كده؟ هنيجي هنا هنفتح الران ويكتب باكسلاش باكسلاش دي سي، يجي هنا عند الاتش ار يجي يفتح ده كده ادي اراه، يجي يفتح ده اراه، يجي يعمل كده ويقول له ديليت ما ينفعش، يعمل كده ويقول له ديليت ما ينفعش. طبعا الاوديت برضو من الحاجات اللي هي ايه تاخد وقت على بال ما تسمع. خلاص نكتفي بهذا. هتيجي بقى بعد كده تخش جوه الادمنستريتيف تولز من على السيرفر، وتيجي هنا هتبص تلاقي عندك حاجه اسمها ايفنت فيور. ايفنت فيور تخش جوه الايفنت فيور، الايفنت فيور ده بيكتب لك كل الاكشنز اللي بتتم على السيرفر ده او بتتم على الجهاز ده. خلاص اي ايرور اي مشاكل اي مشكله اي حاجه من دي، بس زي ما اتفقنا ما ينفعش الاعتماد عليه، ما ينفعش الاعتماد عليه. ايه؟ هتخش هنا في سكيورتي ويندوز لوج، في سكيورتي هتلاقي اوديت اهو. ايه بقى الاوديت دي؟ عايزين الساعة كام دلوقتي؟ هات واحدة من دي كده اهو. مثلا بيقول لك الاكونت اللي اسمه ام سرحان دخل على الفولدر اللي اسمه اتش ار، عمل ريد للاتريبيوتس، شايف؟ تلاقي واحدة تانية تلاقيه بيقول لك ايه؟ عمل ديليت. ده برضو ايه؟
دخل على دوكيمنت اهو، شايف الفولدر كمان جايب لك الفولدر اللي هو دخل عليه وعمل ايه؟ ريد. عايزين بقى نشوف فين الديليت. كله ريد فوق يعني. لا ما انا قلت يا عم، انا قلت له لو نجح او فشل. انا بقول لك ايه، بس نيو فولدر اهو عمل عليه ايه؟ ليد. ده اوديت، اوديت ناجح. كل الاوديت الناجح ده مش تبعنا، عايزين حاجة فاشلة. ممكن برضو تيجي هنا كده في فلتر، في حاجة اسمها فلتر، فلتر اهو ممكن تفلتر يعني. ممكن تيجي هنا كده وتقول له انا عايز الحاجات بتاعت السيكيورتي ماشي لليوزر اللي اسمه ام سرحان، شايف؟ طلع لي بقى كريتيكال، الايرور، الورن، الانفورميشن، الكلام ده اني تايم اني تايم. طبعا ممكن تحدد له كمبيوتر بعينه، ها؟ وتقول له اوكي. طلعتش حاجة برضو. بتاخد وقت على ما بتسمع يعني. المهم انتوا عرفتوا الكونسبت بتاعها، بتاع الاوديت، فاهم؟ هو اعتمادك عليها في شغلك مش هيبقى، مش اعتماد جامد يعني، ما ينفعش تعتمد عليها. انا قلت لك في جي اف اي او في سيرفر اسمه المام سيرفر برضو، ده برضو جامد برضو قوي. ده الحاجات دي، في حاجه اسمها فورتي انالايزر تمانج بيه برضو الترافيك تبع فورتي نت. ما هو تقدر برضو من خلاله تطلع لك ريبورتات والكلام ده. فهمت الاوديت؟ لكم سؤال فيها؟